أيها الحول الكريم، أيها المشاهدون، على بركة الله وتوفيق نسير برحلة متميزة عن طريق الأبكار لسن الإذاعة على المهجنات الأصيل. أعود بالتهاني والناموس، تابعنا روعة الذي قدمت الإبداع الكبير، الذي قدمت التهاني وناموس لمالك أحمد بن قنود بن سعيد الفلاسي. شكرا لأبو خميس على هذه الانطلاقات الجميلة. شوط يسير لا يقل همية عن الشوط الذي انتهى منذ قليل. رحلة جميلة متميزة، هي الرحلة الخمسة كيلومترات المنطلقة بهذه الأسماء المشاركة، ومن ثم دعونا نسير إلى ركب البداية. ناخذ هناك ربشة الذي تتولى الزمام الأمور بالتحرك الأول، المرافق سلطان بن خلف الرميثي، نقلة مباشرة إلى المركز الثاني. العودة جميلة عن طريق هناك صدعه الذي قادم قدوم متميز، المرافق والمتابع أو هناك نعم صوع الذي وصلت على المستوى الثاني بالمتابعة، محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الأكتبي يتواجد هناك، أبو حمد للمشاركة. النقلة التالية على المستوى الثالث، أسير مع محبة الذي قادمة، المرافق السهيل بن أحمد بن خادم الرميثي. والمركز الرابع راغب أن هناك القدوم والتميز، الأشعار الذي ينطلق بالمشاركة من يرافق هذا المسار من الجانب الثاني، حاملة رقم ثلاثة بنتعرف عليها، وصل أحمد بن محمد بن سيف بن خادم المنصوري من يراقب نوع على المتابعة. وبقية الأسماء خلاص بنكتفي بهذه التحركات المتميزة. العودة إلى الانطلاق الأول، تابعنا رحلة الشوط الأول، المحليات وكانت هناك روعة، هي سيدة الإنجاز الأول للمحليات الأصايل. هذا الشوط من لديه الابتعاد، من لديه الانتصار للمهجنات الأصايل لفية الإذاعة المشاركة. الانطلاق جميل متميز، ولكن بعود إلى وين راغب النصوع على البداية الذي بدأ تطير برسم التحرك. محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الأكتبي، أسعد صباحا يا أبو حمد للمشاركة الجميلة والمتميزة. أما المركز الثاني، وصل أبو خلف غادم بكل قوة، ربشة يا ربشة، بدأت تربك الجميع بإنجازها المتميز. سلطان بن خلف الرميذي المتميز عبر هذه الأثارة الجميلة. وصلنا إلى وين؟ وصلنا إلى النوة الذي غادمه غدوم أشعار أبو محمد، أحمد بن محمد بن سيف بن خادم الرميذي يتواجد على المسار الثالث. أما المركز الرابع بتابع الغدوم، وصلت مع هذا الشعار الجميل، محبة يا محبة غادمة بكل قوة، يا حبها للإنجاز الجميل. السهيل بن أحمد بن خادم على المستوى الرابع، هذه الأسماء الذي تزين مسار المتابعة، هذه الأسماء الذي تنطلق بأمل المشاركة. ولكن وين يا بالفلاج الأكتبي؟ دير بالك يا أبو حمد، الحذر مبكرا مطلوب للغاية، الانطلاق جميل للغاية، رحلة شاسعة جميلة، رحلة متميزة هذه الأسماء المنطلقة. ولكن العودة إلى وين؟ راقب لي صدارة الشوط، راقب لي البداية. بداية الله يا مالك صوع الذي انفرد بانفرادها الجميع، الذي بدأت تنطلق بأمل للتحرك الأول، محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الأكتبي. ولكن دير البال، بدينا بالإغلاق، بدينا بالاقتراب، وصل هناك ممثل السمحة
الجايم وصل سلطابر خلاف الرميذي يعانق هناك ربشة على المستوى الثاني يرافق هذا الشعار بجدارة جميلة للغاية على المستوى الثاني. وخلوا بالكم خلوا بالكم من هذا الشعار الذي حصد الكثير ولا يقل أهمية بالأشعارات القادمة. أرصد إنه وصلت نو قادمة بكل قوة انطلاقة جميل متميز انطلاقة مبكرا للغاية. أحمد بن محمد بن سيف المنصوري على المستوى الثالث. المركز الرابع وين؟ راغب ان المركز الرابع وصل ابو احمد خادم بكل قوه. احمد او سهيل بن احمد بن خادم يتواجد هناك الرميذي عن طريق محبه الانجاز والابداع. هذه المتابعه للمره الثالثه على التوالي عادتها الى حضراتكم بوفاء وكمالا وجمالا ولكن حوار جميل على الصداره. الله من له الانتصار. الشوط الاول المهجنات الاصايل ولكن ربشه ربشه ربشه, ربشة ربشت الجميع ربشت الجميع انطلقت بفارق جميل على المستوى الاول. عندما تعودنا على هذا الشعار عودنا بانجازه المتميز. شكرا يا سلطابر خلف الرميثي على الصداره. ولكن دير بالك هناك صوعه قادمه لها حقوق منهوبه. ابو حمد رافع رايه التهديد قادم بكل قوه يرافق المستوى يرافق هذه النجوم البيضاء يرافق هذا الشعار المتميز. الله 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 من يرافق هناك المتابعة محمد بن حمد بن فلاج الاكتبي. وصلنا إلى النو. وصلت وين؟ وصلت إلى زمام التحرك وصلت إلى الأمور الخطرة. ناموس هذا الشوط مطلوب للغاية مطلوب للغاية. الله عليك المنصوري. وصل أبو محمد بكل قوة قادم 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 ولكن رحلتنا الخط الكيلو المتر الأخير الكيلو المستقيم غادرنا عن طريق ربشة غادرنا عن طريق ربشة. ما صدرت عليه أوامر ما صدرت الأوامر. الجوكي محنت ولكن دير البال يا أبو خلف دير البال يا سلطان بن خلف. الرميذي الاكتبي قادم بكل قوة. هناك بن فلاج خطير للغاية. يا سلام يا طوع ولا ربشة. الأمور حاسمة للجدية الأمور بجد قادمة بكل تحركات الأمور بخطر دائما. الناموس مطلوب التحرك الأول ولكن ربشة مصرة ربشة مصرة. بدأت تربش الشوط بدأت تربك الجميع بدأت تنطلق بأمل المشاركة. بنسلم يا أبو خلا بنسلم دير بالك وحافظ على المستوى حافظ على هذا المستوى. إذا هناك سمح لك الاكتبي بن فلاج خطير للغاية. الأمور بخطر دائما. راغب يا متشاهد وتابع يا متتابع. وين الانفراد؟ الانفراد بدأ مبكرا خلاص. الابتعاد مبكرا للغاية. راغب للصدارة خلاص. بنسلم بنسلم المرة الثانية على التوالي لكم يا أهل السمحة. ما شاء الله راغب البداية راغب 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 ربشة ربشة ربشة. اسمن على مسمى بدأت تربشنا بدأت تطير برسم التحرك. سلام لأبو خلف سلام. تهانينا لسلطافر خلف الرميذي على الإنجاز الأول على الابتعاد التحرك. تهانينا سلام للسمحة سلام وتحية جميلة للغاية. المركز الثاني هناك قدم الطوع عرض اشكر عليه محمد محمد بن احمد بن لاج الاكتبي على المستوى الثاني. والمركز الثالث راغب ان مسار الثالث نو الذي وصلت بجداره كبيره. التهاني لاحمد بن محمد المنصوري. المركز الرابع متابعين الكرام عندك يا مالك هذا الشعار على المستوى الرابع اذا تحمل رقم 5. تهانينا لسعيد بن محمد بن خالص العامري. والمركز الخامس تصل فيه لأحمد بن سعيد أو سهيل بن أحمد بن خادم. رميذي كل التوفيق للجميع.